شوف يعني كنت اتمنى المباراه انها تكون يعني تظهر باداء افضل. يعني كانت اول ظهور لرونالدو، المستوى الفني يمكن كان متوسط. كانت يعني انا كنت اتمنى انها تكون يعني مباراه من الناحيه الفنيه اقوى عشان تعطي الانطباع الاول لدورينا يمكن السعودي. النصر حقق المهم في هالمباراه وهي النتيجه. يمكن المستوى الفني النصر كانت يمكن اقل مباريات النصر يمكن فنيا هذا الموسم. قد يكون يعني هي كلها مجرد استنتاجات، انه مثل ما قال الهاله الاعلاميه والهاله والحاله يمكن اللي قاعد يعيشها المدرج الاصفر، ايضا اللاعبين، الحديث اللي تحدث به ابو نايف، تاثير كريستيانو في هالمباراه، وجوده على لاعبي النصر. لكن ايضا احنا ننتظر يمكن مباريتين الى ثلاث لكي نعرف. انا اقول انه يمكن كل الخلطه السحرية راح تكون عند المدرب جارسيا، كيف راح يستثمر هذا اللاعب يعني بشكل فنيا، يعني كيف راح يوظف هاللاعب ويوظف طريقته انها تظهر رونالدو ب يعني خطر اكبر يمكن من حتى من اللي شفناه اليوم. يعني لاعب بحجم رونالدو لابد انه يكون خطر طوال ال 90 دقيقة على كل الفرق، لابد انه يعني هذا سلاح يعني فتاك، لابد انك تستثمره بشكل كامل. هذا اللي راح يظهره انا متاكد جارسيا في المباريات يمكن المقبله. راح نشوف يمكن حتى كيف انه رونالدو بعد مباريتين او ثلاث بتشوف القيمه الفنيه العاليه جدا داخل الملعب لرونالدو، راح تشوف القيمه الفنيه والخطر الحقيقي على المنافسين من هذا اللاعب، راح تشوف يمكن الثنائيات اللي راح تجمع تاليسكا ورونالدو، راح تشوف في اشياء. لانه الان يمكن النصر يمتلك أدوات فنية يمكن عظيمة داخل الملعب، تحتاج يمكن بس من يحركها بشكل جيد. تتكلم عن المدافع الأرجنتيني، تتكلم عن جوستافو، تتكلم عن تاليسكا، تتكلم عن بيتي والمستوى المتصاعد، تتكلم عن رونالدو اللي ما حد يقدر يعني يتحدث عن القيمة الفنية العالية، تتكلم حتى عن اللاعبين الصغار، تتكلم عن عودة كونان من الإصابة. كل هالأشياء والمجموع والأدوات الفنية راح أنا متأكد أنه راح يوظفها في الدور الثاني جارسيا، وراح نشوف النصر بشكل مختلف تماما عن هال، رغم انه يعني الحاله الفنيه يمكن النصر افضل الفرق مستوى فني في الدور الاول، لكن انا متاكد انه في الدور الثاني اذا ما احسن جارسيا توظيف كل هالعناصر اللي عنده راح يكون النصر فارق بمستوى فني كبير عن كل الفرق في الدوري.